وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة أبوظبي والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس في قمة أبوظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث ستهدف قمة أبوظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسؤولين بالإمارات والمواطنين. كما شارك الرئيس السيسي في قمة أبوظبي التشاورية بحضور عدد من القادة العرب. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه الذي سبق الموافقة عليه. ويأتي هذا القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية مع وضع سعر محفز نظرا للظروف العالمية يساعد في تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن إجمالي الصادرات المصرية بذلك وصلت إلى نحو 53 مليار دولار فاصلة 8 من عشرة، وهي نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليا على دعمها وتعظيمها. اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأربعاء تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني مأساة مروعة، وقال في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، وتحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ، واندلع حريق في موقع التحطم، الألم لا يوصف. وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت صباح اليوم أن المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني دينيس مونسترسكي والتي تحطمت قرب كييف في مأساة قتل فيها 18 شخصا على الأقل كانت متجهة إلى الجبهة. وصلت اليوم بعثة فريق باريس سان جيرمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تخوض يوما تدريبيا مفتوحا مع الجماهير على استاد خليفة الدولي، وذلك قبل السفر إلى العاصمة السعودية الرياض للعب كأس موسم الرياض مع فريق موسم الرياض المكون من نجوم فريق الهلال والنصر. استمرار للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها في هذا الإطار. أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 172 طن دقيق بلدي مدعم، قام المسؤولون عن عدد من المخابز البلدية ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالقليوبية والبحيرة وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. ونجحت في ضبط قرابة 8 أطنان أرز أبيض وأكثر من 41 طن أرز شعير، قام مسؤولو ومالكو عدد من المخازن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والشرقية وبني سويف بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية وفي إطار استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 45 طن مواد بناء بحوزة المسؤولين عن 3 محلات ومخزنين لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية وقنا، قاموا بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما تمكنت من ضبط نحو 52 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمنوفية وقنا والشرقية.
ونجحت في ضبط 32 طن أعلاف حيوانية بمخزنين ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية وبني سويف وسوهاج، تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بالجيزة والقاهرة، ونجحت في ضبط 49 طن ونصف مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسلاسة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والبحيرة، وضبط 30 طن ملح طعام وسكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة وصاحب معمل ألبان بدون ترخيص بالغربية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 25 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات بالشرقية.